ذوما القضايا نتاع جمالي طلبتهم علينا مدام كلثوم. يا خرار ما حبس هذا سرقة زاتلة تحايل شو قاعدك معاه؟ سمحني اختي استعينت الجلسة؟ 4 أيام أخرين. قتال يوم في الشهر؟ يوم 5 في الشهر. راجلك في بالو؟ لا ما في بالوش راجلي، خاطر الاستدعاء مشى للدريسة القديمة. كلثوم المحامية يعرفوا كل شيء راه. باهي سامحني تنجم تخلينا وحدنا؟ يا اخي يعرف ولادك؟ شكون؟ هو هاي يعرف ولادي، علي فما مشكلة؟ ما فما حتى مشكلة، أما ما يلزمش تمرمد ولادك على خاطر راجل. شنو تقصد؟ ما نقصد حتى شيء، أما كي يطلع يتمنيك عليك، عادي بك في وقايت. أي شنو معناه؟ معناه يرقد معي ويطيشني؟ مش قاعدة نعمل في حاجة غالطة أنا. هو الصغار. شبيهم صغاري؟ شو مشكلتك انت يا اخي؟ شبيها هذي؟ انا ما عندي حتى مشكلة، جوست اخمم في ولادك. ما تخممش في ولادي، انا نخمم فيهم ولادي. خمم في روحك يا عايش. نظن اللي كلثوم قتلك اللي فما 5 سنين حبس للزوج. هاي نعرف، فما حاجة اخرى؟ لا، اما انا ما عادش نجم نعاونوك في الكلام.